صفة الكمال في صفة الإجزاء في الكفن وهو أقل ما يسمى كفنا هو ثوب واحد يغطي سائر جسده، فإن لم يمكن أن يغطي سائر جسده فإنه يغطي عورته وأعلى جسده، الجزء الأعلى من جسده، لأن الوجه أكرم من القدمين. وإن لم يمكن ذلك فإنه يكتفى بأن يكون الثوب مغطيا لعورته، مغطيا لعورته. وهذا ربما الحاجة لهذه المسألة قليلة جدا في قضية فيما لو نقص عن ستر سائر جسده. وأما صفة الكمال وحد الكمال فإنه ينقسم إلى ثلاث حالات أو أربع. فنبدأ أولا بمن يشرع له ثلاثة أنواع من الأقمشة وهو الرجل، فإن الرجل يغسل في ثلاثة ثياب، ليس أو يكفن في ثلاثة ثياب ليس فيها عمامة وليس فيها قميص، فيجعل المرء على ثلاث لفائف، ثلاث لفائف يعني ثلاثة قطع من القماش ليست مفصلة. ويجوز أن يكفن الرجل في قميص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن عبد الله بن أبي في قميصه، خلعه وألبس، فقالوا أنه يجوز، ولكن الأولى أن لا يكون فيها قميص كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجعل ثلاث لفائف ويجعل الميت على فوق الثلاث. لماذا قالوا تجعل فوقها فوق بعض؟ لأن لو جعلنا الميت واحدة ثم ثانية ثم ثالثة أكثرنا من تقليبه، وفي تقليب الميت أذية له وعدم احترام، فلذلك تجعل اللفائف ثم يجعل الميت عليها. ثم تلف كما يلف الحي، تجعل اليسرى ثم اليمنى فوقها، وهكذا هذه الثلاث كلها. ويقول أهل العلم إنه في هذه اللفائف الثلاث ومثله يقال في المرأة الخمس يستحب أن تكون من جهة الرأس أطول من جهة القدمين، لأن الرأس أشرف، هذا واحد. وثانيا لكي يعرف أين الرأس لما يصلى على الميت في المسجد أو يحضر في المقبرة، يعرف رأسه بطول اللفافة التي تكون من جهة الرأس، هذه تكون كالعلامة. فإذا كانت طويلة من جهة الرأس لفت أو أرجعت مرة أخرى على 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 الرأس، يعني تكون طويلة ثم ترجع لكي لا تكون زائدة عن طوله. فإذا جعلت اللفائف على هذه الهيئة ثم بعد ذلك يسن عقدها لكي لا ينفل ويخرج الميت ويرى، وإنما تحل عندما يوضع في قبره، ولا تحل اللفائف إلا إذا وضع في قبره. وحل اللفائف سنة في القبر، حل اللفائف سنة في القبر، وسنمر عليه إن أمكن الوقت. المرأة أيضا، وهذه كل هذه معلومات سهلة جدا، المرأة يكون تغسيلها أو تكفينها في خمس، في خمسة ثياب، في درع وهو القميص، وفي مئزر، وفي لفافتان، وفي إزار، في إزار وقميص ودرع ولفافتان. فالمرأة تكون في خمسة، ولو جعل وفي خمار، ولو جعل في أقل من ذلك أجزاء، ولو جعل في أقل من ذلك أجزاء، وإنما السنة خمس كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم عطية أن تفعل لبنته رضي الله عنها لما غسلت.